اليوم صينيتنا البطاطس باللحم والخضار وجبن الموزاريلا، من ألذ وأسهل الوصفات اللي راح تمر عليكم. تصلح للعزاب وتصلح للي ما لهم خلق يطبخون. ما شاء الله شايفين كيف جمال الصينية، والطعم عاد أجمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نسوي صينية البطاطس باللحم والخضار راح نحتاج لبطاطس ولحم مفروم، وراح نحتاج للخضار المشكل اللي انتم تفضلوه، وعندنا برضو للحم بصل وثوم وفلفل حار اختياري. هذه هي المكونات، وراح نبدأ بالوصفة. سلقت البطاطس وسلقت برضو الخضار، موية وملح بس. والآن نبدأ في اللحم. يبقى أول شيء عندنا راح أنزل اللحم. بعد ما نشفت موية اللحم راح نضيف البصل. أول ما ذبل معنا البصل شويتين راح نضيف الفلفل الحار والبارد والثوم. وبالنسبة للبهارات عندنا الكمون والفلفل الأسود والكزبرة المطحونة وبهارات اللحم، وآخر شيء الشيء الأساسي اللي هو الملح. آخر شيء راح نضيفه على اللحم الخضار المشكل اللي احنا سلقناه. والآن بعد ما سلقنا البطاطس راح نبدأ نهرسها. بعد ما هرسنا البطاطس راح أحط زيت زيتون، كمون، كزبرة مطحونة، البهارات المشكلة، كركم، الملح. نوازن بين الملح اللي سلقنا فيه وملح برضو اللحم، فأنا ما أحتاج أزيد ملح. أول شيء عندنا ناخذ البطاطس ونبدأ نسوي بها طبقة أسفل الصينية اللي راح ندخلها بعدين للفرن. راح تكون الطبقة الثانية عندنا من اللحم والخضار. وبعدين راح نعطيها شوي من جبن الموزاريلا، أي جبن برضو أنتم تفضلوه هذا كافي، لأنه راح نحط طبقة ثانية من البطاطس وبرضو جبن موزاريلا. نحط الطبقة الثانية من البطاطس، وآخر شيء راح نعطيها برضو طبقة من جبن الموزاريلا أو أي جبن أنتم تفضلوه. والآن راح ندخل الصينية هذه للفرن بمجرد بس تذوب الجبن الموزاريلا، أما الباقي كله مستوي إن كان بطاطس ولا خضار ولا لحم.